بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذه دروس في شرح كتاب رياض الصالحين، لكنني اليوم وبمناسبة ليلة مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فسنجعل الحديث كله حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمع فيه شيئا من أوصافه والصلاة عليه من النشيد، ونصلي نحن وجالسون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعود لأحدثكم عن كيف كانت علاقة الصحابة والتابعين، وكيف كانت علاقة علمائنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلعلك تتأسى بهم وتلحق برتبتهم، لأنك في هذا الدين إذا لم يتعلق قلبك برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يدخل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قلبك، وإذا لم تطعه ولم تتابعه ولم تتأدب معه، فأنت تبقى ضيفا على هذا الدين. ويخشى أن المؤمن لا يكمل إيمانه حتى تكون علاقته بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علاقة مثل الذي ستسمعون في علاقة وصلة علمائنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. أقرأ عليكم أيها الإخوة شيئا من حب الصحابة والتابعين وحب علمائنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. الإيمان له طعم، له حلاوة، كما أن الموز له حلاوة، كما أن التفاح له حلاوة، كما أن السكر له حلاوة، الإيمان له حلاوة، لكن لا يذوق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان إلا من تحقق بثلاث خلال. ثلاث من كن فيه وجد بهن، ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا أحببت الله عز وجل أكثر من كل شيء، إذا أحببت سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم حباً أقلق نومك، وحباً شغل نهارك، هناك ستذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد بهن أو ذاق بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. روى الإمام البغوي في تفسير قول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال: نزلت في ثوبان، كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر عنه، يعني لا يستطيع ألا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم، وإذا شي يوم ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يضوج سيدنا ثوبان، يتعب، يقلق، ينزعج، وربما يمرض. سيدنا أنس بن مالك أيها الإخوة يقول: والله ما من ليلة إلا وأنا أرى فيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة لهم تعلق كبير بالنبي صلى الله عليه وسلم. واحد من العلماء يقول: لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما اعتبرت نفسي من المسلمين. التقيت شاباً مرة له من العمر 22 سنة، جاء إلي باكياً مصفر اللون: ما بك؟ قال لي: منذ أشهر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا من عادتي أراه كثيراً، وصلي أشهر ما رأيته، لا أستطيع لا أن أنام ولا أن أجلس ولا أن أدرس. ثوبان رضي الله تعالى عنه
قال كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، سيدنا ثوبان الصحابي مصفر اللون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غير لونك يا ثوبان؟ قال يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك أبدا. لا يؤمن بالآخرة، أنت مكانك عالي جدا 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 وأنا حالي ضعيف، لا أم ما أشوفك بالآخرة. فهذا الذي غير لوني، يعني هلأ هو عم بيشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عم يرتاح، بس فكر في الآخرة ماذا سيحدث. قال فأصابه المرض، أصابه تغير اللون. قال فنزلت ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الآية عليه. لقد فهم أيها الإخوة صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بس أنت كيف بدك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا يؤمن؟ ظاهر الكلام لا يؤمن يعني يكفر، لكن العلماء قالوا في معنى هذا الحديث لا يؤمن إيمانا كاملا. اللي بيناتكم يا أخوان ما بيحب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وولده والناس أجمعين إيمان لسه ما كمل. كيف أنت تريد أن تزيد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ أنت تحتاج لأن تكثر من الصلاة والسلام عليه، أنت تحتاج إلى أن تحضر مجالس تحدثك عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تحتاج أن تقرأ سيرته، أنت تحتاج أن تصاحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصيبك عدوى الحب. هناك تنتقل إليك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تنتقل إليك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فتصير متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم بسهولة. سئل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا، وأحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. ذكروا أيها الإخوة عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يعظم من يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بشوفك الإمام أحمد وأنت تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمك أنت محبةً بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يقول الإمام أحمد أصحاب الحديث أمراء العلم، ومن عظم أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أصحاب الحديث أحبار النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا في كتب النحويين واللغويين في ترجمة واحد من العلماء اللغويين اسمه أبو عبيد القاسم ابن سلام، قالوا قدم أبو عبيد مكة حاجاً، فلما انقضى حجه وأراد الانصراف اكترى إلى العراق ليخرج صبيحة الغد. هو من العراق جاء إلى مكة، هلا خلص مناسك الحج، فاستأجر ناقة، استأجر من يوصله في الطريق دليلاً مشان يرجعوا إلى العراق. قال أبو عبيد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياي وهو جالس وعلى رأسه قوم يحجبونه. بالليلة اللي بده يسافر فيها من مكة إلى العراق شاف النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرؤيا وعليه حجاب. قال والناس يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون عليه ويصافحونه. قال فكلما دنوت أدخل مع الناس منعت. الحجاب بيقولوا لي أنت امشي منهم ما لك فوتي.
فقلت لهم لما لا تخلوا بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لي لا والله لا تدخل عليه ولا تسلم، وأنت غدا خارج إلى العراق. ما أنت جيت إلى مكة وما رحت سلمت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، والله هلأ ما لك فوت، يلا امشي. قال فقلت لهم إني لا أخرج إذن، ما برجع لبلدي. فأخذوا عهدي ثم خلوا بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت وسلمت وصافحته. قال فلما أصبح أبو عبيد فاسخ كريه، قال له للي استأجره أخي تعال لك خذ هاي مبلغ إكرامية، وأنا بس ما عاد بدي أرجع على العراق، لا أنا ذاهب إلى المدينة المنورة. قال وسكن مكة حتى توفي بها ودفن فيها. فكان من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما رأوه لأنه لم يزر النبي صلى الله عليه وسلم. قيل في ترجمة إسماعيل ابن محمد أبو محمد النيسابوري أنفق ماله على الأدب فتقدم فيه وبرع في علم اللغة والنحو والعروض. لما أزمع الحج والزيارة أنشد يخاطب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أتيتك راجلا، بحاكي النبي صلى الله عليه وسلم، راجلا يعني أمشي على رجلين، أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، يا ريتني عم بمشي على عيوني أنا، على سواد عيوني، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه صلى الله عليه وسلم. أتيتك راجلا ووددت أني ملكت سواد عيني أمتطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى قبر رسول الله فيه. فهذه وقفة أيها الإخوة حول محبة شيء من محبة سلفنا الصالح الصحابة والتابعين والعلماء النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله عز وجل أن يجعل في قلب كل واحد فينا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم يشتعل ويزداد ليزيدك قربا إليه. مع محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يطيعون أمره صلى الله عليه وسلم ويلتزمون ما يأمرهم به. والمتوقع من المسلم أيها الإخوة، المتوقع منك أن تطيع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعته، لأن الله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فالمتوقع منك إذا سمعت أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم أن تلتزم هذا الأمر، لأن سعادتنا جميعا أفرادا وأسرا ومجتمعات إنما في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. سيدنا كعب بن مالك كان غنيا، ابن أبي حدرد أقل غنى، ابن أبي حدرد الدين من كعب بن مالك مبلغا من المال، فكعب بالمسجد وجد غريمه المدين فجعل يتقاضاه دينه. قال له وين الدين تبعي؟ أنا مدينك 10 مليون، أنا مدينك 5 مليون، وينهم؟ قال فارتفعت أصواتهما، كأنه ابن أبي حدرد عم بيقول له يطول بالك علي، يعني لسه جاي الأيام بعطيك ما حباكل عليك شيئا. قال حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. أنتم تعلمون بأن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مؤخرة المسجد، فسمع الصوت فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، الجلالة أو الباب تبع الحجرة، فنادى يا كعب. قال قلت لبيك يا رسول الله. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده هيك أن ضع الشطرة، سامحه بالنص، مدينه 10 مليون. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كعب. قال لبيك يا رسول الله، خذ نصهم وسامحه بالنص. فقال كعب قد فعلت يا رسول الله. فورا إذا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم، هلأ النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم، إشارة هيك باليد، بس كعب ابن مالك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة شديدة، وإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم تكفيه.
والشغلة مو يعني مو بالكلام، شغلة فيها 5 مليون وبجوز يكون شغلة فيها 50 مليون وبجوز يكون فيها مليون، بس خلاص إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك ولو كان الحظ حظك ولو كان النصيب نصيبك فلزم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعد في الدنيا والآخرة. كان الإمام أحمد يقول من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. يلي من قله حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أمرا أو ينهى عنه نهيا وبيقول لك أنا ما بدي اسمع هذا الكلام، قال أحمد فهو على شفا هلكة. وكان أحمد يقول ما كتبت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. كان الإمام الشافعي يقول ليس في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا اتباعها. لما بتسمع عم نقرأ حديث من رياض الصالحين، حديث من البخاري، حديث من مسلم، دائما فكر أنت شو بدك تطلع من الدرس من أجل أن تعمل. بهذه الطريقة يا أخوان يزداد تعلقنا وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الشافعي يوما حديثا فقال له رجل أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ الشافعي، الإمام الشافعي اسمه محمد بن إدريس وهو أبو عبد الله. فالإمام الشافعي بالدرس روى حديثا صحيحا، قال له رجل من الجالسين أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي متى ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. جنيت، اعتبروني جنيت إذا أنا بقلكم حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أعمل به. فالصحابة يا أخوان والتابعون وعلماء هذه الأمة وصالحو هذه الأمة أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة وأطاعوه من جهة أخرى، وفي متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به يحبونه أولاً يطيعون أمره ثانياً ثم يتابعونه يقلدونه يشاهدونه فعل شيئاً فيفعلون مثله، لأن الكمال البشري أيها الإخوة معقود في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت كلما تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت من الكمال البشري. روى أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه في نعليه إذ خلعهما فوضعهما عن يساره. ما حكم الصلاة بالحذاء؟ جائزة ما لم يكن الحذاء يحمل نجاسة تراها بعينك، أما مجرد حذاءك إذا مشيت به في الطريق فهو طاهر. فما حكم أن تصلي بالحذاء؟ مرات واحدنا بيكون في مكان عام، بيكون بالمطار، بيكون بالطريق، بيكون بمؤتمر، بيكون بالجامعة، فممكن أنت تصلي بالحذاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في نعليه، هو عم بيصلي قال إذ خلعهما ووضعهما عن يساره بقلب الصلاة. فلما رأى ذلك أصحابه ألقوا نعالهم، كل لما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة خلع حذاءه فكل خلعوا أحذيتهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على خلع نعالكم؟ ليش هيك خلعتوا كلكم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، نحن متابعينك على الدعسة يمين يمين يسار يسار، بتصلي بنعليك بنصلي بنعالنا، بتخلع نعليك بنخلع نعالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. أنا خلعت النعلين لأنه جبريل قال لي أنه فيهم نجاسة والصلاة بالنجاسة ما بتصح فلازم تخلعهم فخلعتهم، أما أنتم كان ممكن أن تصلوا بالنعال. بس الشاهد يا إخوان من الحديث أنهم لبسوا نعالهم لما لبس عليه وخلعوا نعالهم لما خلع عليه صلى الله عليه وسلم. لقد صلوا كما صلى وحجوا كما حج وحلقوا شعورهم لما حلق شعرهم واستلموا الحجر الأسود لما استلمه وتابعوه وتأسوا به. سيدنا عمر لما وصل عند الحجر الأسود قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بس خلاص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبلك أنا أقبلك.
شايف في متابعة يا إخوان وراء النبي صلى الله عليه وسلم حذو النعل بالنعل. نقل الإمام الذهبي أن أبا داود صاحب السنن كتاب سنن أبي داود كان يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، يعني سيرة حياته مثل أحمد بن حنبل، لباسه مثل أحمد بن حنبل، قعدته وحكيته مثل أحمد بن حنبل. وكان أحمد، هلأ أحمد بن حنبل كان شيخه لأبو داود، فأبو داود كان يتشبه بشيخه أحمد، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكيع شيخه لأحمد، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان شيخه، وكان سفيان يتشبه بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، قال علقمة: وكان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. فلما كان سيدنا عبد الله بن مسعود بيقلد النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، في كلامه، في سيرة حياته، صار تلامذته يقلدونه، فبالتالي قلدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وصار تلميذ التلميذ يقلد، وتلميذ تلميذ التلميذ يقلد، وهكذا. فما استطعتم أيها الإخوة مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع طاعة النبي صلى الله عليه وسلم أن تتابعوه وتتأسوا به حتى تزداد محبته في القلوب. أما ذكرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة صلاتهم عليه، كانوا يحبونه، يطيعونه، يتبعونه، يكثرون من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. أخرج الطبراني بإسناد حسن عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبيه عن جده أن رجلاً قال: يا رسول الله، أجعل لك ثلث صلاتي؟ أنا كل يوم عندي دعاء نص ساعة، شو رأيك ثلث هالدعاء 10 دقائق أجعله صلاة عليك؟ قال: نعم إن شئت. قال: فالثلثين؟ شو رأيك ساوي الثلثين ثلث ساعة أجعل صلاة عليك؟ قال: نعم. قال: صف صلاتي كلها، أنا ما عاد أحب أدعين، طول الدعاء بدون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كل الدعاء هيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. إذا جعلتم يا أخوان أورادا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طويلة، يكفيك الله تعالى ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. وفي رواية: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عبد الحكم: رأيت الشافعية في النوم، الإمام الشافعي صاحب المذهب، فقلت: ما فعل الله بك يا إمام؟ قال: رحمني وغفر لي ورزقني الجنة وزفني إليها كما تزف العروس. شلون العريس بيطلعوا بعراضة هيك؟ أخذوا للإمام الشافعي. ونثر علي كما ينثر على العروس، صار يزدت سكاكر هيك وزدت ورد على الإمام الشافعي. فقلت: بما بلغت هذه الحال؟ شو مساوي حتى نلت هالرتبة؟ فقال لي قائل يقول لك: بما في كتاب الرسالة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي مؤلف كتب، منا كتاب الرسالة، بمقدمة كتاب الرسالة في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: فكيف ذلك؟ شو في بقلب الرسالة؟ قال: فيه وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. لذلك نحن بنساوي الصلوات الإبراهيمية، مو هيك بنقول: عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. فهذا المقطع الأخير من الصلوات تبع في العالمين إنك حميد مجيد، هذا من كتاب الرسالة للإمام الشافعي. قال: وببركة هذه الصيغة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشافعي، رزقه الله تعالى هذا الرزق. أيها الإخوة، كان الصحابة، كان التابعون، كان صالحو هذه الأمة، علماؤها، فقهاؤها، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم، يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم، يكثرون من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت في آخر هذا المجلس، ما حالك؟ أنا أريد منكم أن أقدم لكم 4 أمور. أنا أنصحكم: ما حييتم إلزموا هذه الأربعة حتى تلحقوا بركب هؤلاء. أول الأمر: اقرأ شيئاً من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، واحفظ شيئاً من ذلك،
نحن هلأ كل يوم أحد عندنا مجلس نقرأ فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نشرح فيه كتاب رياض الصالحين، تعال احضر. في مجلس في مسجد آخر إذا كنت لا تستطيع أن تأتي في هذا اليوم اذهب إلى ذلك المجلس. بس لابد لابد يا شباب يا رجال يا أخوات، كل مسلم يقرأ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ شيئا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ شيئا من الأحاديث. ألا أنت مسلم إذا قيل لك يا أخي إلي خمس أحاديث كان يقولهم نبيك، ألا إلك رفيق مو مسلم قال لك أخي أنا حبيت الإسلام وحبيت نبيك، يلا إلي أنت اللي أعلن إلي خمس أحاديث كان يقولها نبيك صلى الله عليه وسلم، شو بدك تقول له؟ إن شاء الله بدك تقول له والله تعال عند الشيخ أنا ما بعرف، الشيخ بيعرف. بيقول لك ليش شو؟ مو أنت على أساس مسلم بتحب الله والنبي؟ معقول يا أخوان؟ لذلك يا شباب احضروا، لا تغيبوا عن مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزداد تعلقكم بالنبي صلى الله عليه وسلم. مطلوب منك أربعة أمور، أولها اقرأ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته واحفظ. وأنتوا يا شباب مع بعضكم البعض إذا جلستم تذكروا مرات، تعال قل له لرفيقك تعال يا أخي نقرأ لنا 10 حديث 20 حديث 50 حديث 1000 حديث ما عليه. نحن ساوينا دورة يقرأ فيها الإخوة والأخوات 5000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع شرحها ومع كتاب للسيرة اسمه دورة فاتبعوني، تعالوا موجودة في جامع الحسن كل يوم 2 يسجل في الدورة، ويلي بعيد ممكن في دورة إلكترونية اسمها دورة فاتبعوني الإلكترونية، سجل فيها دخول عليها وسجل. قديش حلوة تقرأ 5000 حديث، تشرح هذه الآلاف الخمسة، تقرأ كتاب سيرة. بعض أخوة وأخوات صاروا يحفظوا، عم يحفظوا، حافظ 5000 حديث، حافظ 3000 حديث، حافظ 2000 حديث. والله شيء حلو المسلم يصير يعلم دينه، ما يكون دينه ما يكون المسلم عالي على الإسلام. مطلوب منك 4 أمور، أولا أن تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، 2 إلزم وردا يوميا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كلكم يا أخوان بلا استثناء، يا شباب يا رجال يا بنات، كل واحد بيناتنا أقل 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 شيء في كل يوم 100 مرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أقل شيء. يعني هذا بس هيك مشان تكون تشم ريحة يعني الارتباط بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنت ورايح على بيتك يا أخي اجعل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تنام عند الصباح، أنت ونازل على جامعتك، أنت وراجع من شغلك، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بس إذا بتصلي 500 أحسن، وإذا بتصلي 1000 أحسن، وإذا بتصلي 5000 أحسن. بس نحن ماشي الحال، خلينا يعني أبسط واحد ما بياخذوا هدول 5 دقائق. معقول 5 دقائق أنت في النهار لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قديشك أنت مقصر يا إخوان؟ والله كل منا يحاسب نفسه. إذا مسلم ما بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم باليوم أقل شيء 500 مرة 5 دقائق، مقصر خير الله هذا الرجل، في جفاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان حدا من أهل هذا البلد أبدا على الإطلاق إلا وله ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين مقل ومكثر. يا رجل العراضة، العراضة تبعنا لما كان في شباب بدهم يطلعوا يغنوا بالشارع يقولوا صلوا على محمد مكحول العين صلى الله عليه وسلم، مو هيك بالعراضة بيقولوا؟ لك هاي العراضة هيك، معناتها كيف كان رجالهم، كيف كان نساؤهم، كيف كان الخيرون منهم. مطلوب منك 4 أمور، 1 اقرأ شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، 2 إلزم وردا يوميا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 3 طبق ما استطعت من سنته. هلا أنتوا عم تحفظوا؟ عم تحفظوا؟ اكتبوهم. طيب هلا بكره بتنسوهم، بسألكم عنهم بكره بتنسوا. طبق ما استطعت من السنة، يعني هلا بكره التنين وبكره يحكم 12 ربيع ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، صوم صوم نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل يوم 2، فسئل مرة نراك تصوم يا رسول الله يوم 2؟ قال ذاك يوم ولدت فيه. وفي حديث ترفع الأعمال يوم 2 والخميس، فأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. صوم هيك لوجه الله تعالى، بكرة التنين صوم كل تنين. يا أخي أنت شاب قوي شديد، أنت صبية قوية شديدة عتيدة، صومي، صلي 2 ركعة قيام الليل يا أخي، صلي 2 ركعة الضحى قبل ما تطلع من بيتك يا أخي، الصبح طلع متوضئ، فطرت اتوضى وطالع على الجامعة، اتوضى صلي 2 ركعة صلاة الضحى واطلع. تطبيق ما استطعت من سنتي، لأنك إذا طبقت السنة
صرت موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وافقته رافقته، إذا وافقته رافقته. رابعا وأخيرا، واحد اقرأ شيئا من الحديث، اثنين الزم ورد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة طبق ما استطعت من سنته، رابعا وأخيرا اسحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحة يا إخوان، نصيحة يا شباب، أعكن تصحبوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. إذا إلك رفيق عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، عدو للقرآن، عدو لرب العالمين، عدو للإسلام، عدو للمسلمين، عدو للصلاة، عدو للحجاب، أوعك كيف ترافق، كيف ترافق أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وتصاحبهم؟ خلي كل جلساءك من أهل الصلاح، من أهل الخير، من أهل الرشاد، والله وأنت على سريرك نائم يدعون لك، والله يسألون رب العالمين ببركة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيك سؤلك. بس هيك هن صالحين ويؤثرون بك، هن بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، بتصير أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم. بس لا سمح الله إذا بتصاحب الأعداء، من خاف كمان أن يأخذوك إلى حيثهم. اقرأ الحديث والسيرة، إلزم ورد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طبق ما استطعت من السنة، واصحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، اللهم إنا نسألك لكل من حضر هذا المجلس أو استمع إليه أن تجعله في جمع مرحوم. اللهم ألقي الرحمة في قلب كل واحد فينا، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. يا رحمن ويا رحيم، ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا جميعا بترك الذنوب والمعاصي، اللهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة هذا المجلس ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا في الدنيا وارحمنا في البرزخ وارحمنا في الآخرة، اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض، اللهم ارحمنا بترك الذنوب والمعاصي، اللهم ارحمنا بلزوم الطاعات والمبرات، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، لا تدع لأحد منا ذنبا إلا غفرته، يا رب لا تخرجنا من هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. اللهم ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اغفر لكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وحينا وميتنا، لا تدع لأحد منا همّا إلا فرجته، ولا تدع لنا كربا إلا نفسته، ولا تدع لنا قلبا قاسيا إلا بذكرك لينته. اللهم ومن كان منا مبتلا بمعصية فأخرج حب المعصية من قلبه، واملأ قلوبنا محبة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأكرمنا بمحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم وهبنا طاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وشرفنا باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأنطق ألسنتنا وقلوبنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واجعلنا ممن يقرؤون حديث وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واجمعنا مع من يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأكرمنا بتطبيق سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا جميعا خدما لسنة وسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وأكرم كل واحد فينا برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وهبنا جميعا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في مسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أكرم الأكرمين. اللهم وعطف علينا قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وهب كل أخ فينا وكل أخت منا صلة قلبية بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا تحت العرش أمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلنا يوم القيامة الجنة في زمرة يقودها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين حول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تول شباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم واستر على أعراض بنات أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قريبا غير بعيد بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.